ربي العلي، أنا أعتمد عليك وعلى صديقي تيتان من أجل إنقاذ حياتي. ليس أمامي حل سوى إظهار نفسي أني استسلمت لأرطغرل، فساعد صديقي تيتان من أجل أن يجدني وينقذني قبل أن نصل إلى كونيا. حان الوقت يا أرس. أين هو أرطغرل؟ سنخرجك إلى السوق أمام الشعب الذي كنت تحكمه، وسترى سيدنا هناك أرس. قفا، أريد أن أرى أرطغرل أولا. أخبرا سيدكما أن هناك شيئا مهما سأقوله له. حاكم بلاجيك والإمبراطور سيهاجماننا وبكل قوتهما حتى يستعيدا قلعة كارجيسار منا ويعيدانها كما كانت. وأظن أيضا أنهما سيهاجمان الكاي والتشافدار سيدي. يعرف أن أقوى القبائل التركية التشافدار والكاي، وإن سقطتا فسوف تسقط جميع القبائل، ولهذا فإن اتحادهما الحل الوحيد للنجاة من السقوط. حسنا سيدي، أفراد تشافدار كثر لكن محاربيهم أقل منا، كما أن مراعيهم لا تكفي لمواشيهم، لهذا وضعهم صعب عليهم. لكن موقع الكايلار آمن وفي مراعيهم خير كثير يكفي للجميع. أرى بأنك مسرور بهذا يا بامسي. نعم أنا كذلك سيدي، كيف لا أسر بخبر الاتحاد؟ بامسي على حق، ذهاب تشافدار إلى الكاي أكثر استقراراً لهم. عندما أعود سوف أخبر الأهالي هناك أن يجهزوا أنفسهم للهجرة. سلمت تورغوت، كلف المحاربين بمهامهم سيد أرتوك، وليحددوا مكاناً خاصاً بتشافدار في قبيلتي. الأمر لك سيدي. هيا إذن، لا يجب أن نبقي الأهالي منتظرين إعدام حاكمهم. سيدي، أرس يريد أن يقابلك. سوف نرى إن كان لسانه سينطق. أحضره دومرول. بأمرك سيدي. يوجد ربح وخسارة في كل حرب، وأرس قد هزم. لندعو أن يكون حياً ولنتمسك بالأمل وننقذه. رغم كل الظروف أنت من سيقود هذه الحرب بدلاً عن الإمبراطورية تيتان. أنا أنصحك ألا تستسلم لغضبك تجاه أرطغرل كأرس وتجرن وراء أخطائك. السلطان قد أعطى أرطغرل حكم منطقتي سوغوت ودومانيتش. لا يمكننا أن نتركها له. اليوم يستقرون هناك، وغدا سيأخذون بلاجيك ونيقيا أيضا. سوف نريه. أخبار من القلعة.
أرطغرل لم يقتل أريس بعد. وأين هو؟ محتجز في زنزانة القلعة، وسوف يعدمه اليوم. وهل هذه الرسالة من جاسوسك؟ نعم. من الرجل؟ امرأة لا رجل، ستعرفها عما قريب، سوف تعرف ما يحدث في القلعة منها.